وأضاف عماد الدين أن هناك 4 مستشفيات تعاملت مع الحالات المصابة، مشيرا إلى أن الوزارة تعاملت مع هذا الحادث من خلال ما يسمى خلية إدارة الأزمة. احنا عندنا كانت المستشفيات 4 مستشفيات اللي اشتغلنا عليهم امبارح، مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي في اسكندرية، مستشفى الجمهورية، مستشفى الميري اللي هي الجامعي، ومستشفى القوات المسلحة. الحقيقة قاموا بدور جيد جدا معانا امبارح. دي الـ4 مستشفيات اللي تمت الإحالة ليهم. وخليني أقول إن احنا لما نيجي نتكلم على ما حدث فاحنا بنقول دي أزمة. وإذا كان هناك في أزمة بتحدث فلابد أن يكون هناك ما يسمى باسم إدارة الأزمة. وإحنا في مصر دي مش أول أزمة نمر بيها. في أزمات كثيرة، وفي وزارة الصحة احنا عملنا ما يسمى باسم خلية إدارة الأزمة داخل وزارة الصحة، بتتمثل في مجموعة قاعدة جوه وزارة الصحة في حاجة اسمها إدارة الأزمات والكوارث. دي حاجة. الحاجة التانية المهمة إن احنا عملنا في كل محافظة ما يسمى باسم مستشفيات الإحالة.